أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أبرز العناوين. في البصائر، هيئة علماء المسلمين تكشف حقائق جريمة القمع الحكومي لانتفاضة تشرين. في المدى، عبد المهدي يقول إن تقرير لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين مهني. في العرب اللندنية، ترامب يقول إن تركيا أوقفت إطلاق النار في شمال سوريا بشكل دائم والعقوبات رفعت. في العربي الجديد، حسم مصير شرقي الفرات، اتفاق تركي روسي لتقاسم السيطرة. في القدس العربية، العراقيون يستعدون لاستئناف الاحتجاجات ضد حكومة عبد المهدي. في عربي 21، قوات أمريكية جديدة بالسعودية، واصبر يلتقي بن سلمان. وفي الشرق الأوسط، ألمانيا تدعو لمشاركة دولية أوسع في أزمة سوريا. أهلا بكم الآن إلى زاوية المقالات. جاء تقرير لجنة التحقيق الحكومية العراقية التي تشكلت لبحث عمليات الإبادة المنظمة ضد المتظاهرين مطلع الشهر الجاري. جاء هذا التقرير منسجما مع الارتباك العام في سلوك قيادات الدولة، وهو الارتباك الذي يتحمل وما زال جملة من القراءات الخاطئة لحقيقة ما جرى وخلفياته، وتحديداً تلك المؤامرة الغامضة لقلب نظام الحكم التي تم تسويقها بشكل مكثف قبل التظاهرات وخلالها. وتناسى التقرير الحكومي أن يذكر أنها السبب المباشر في كل الانفعال الرسمي الذي قاد إلى المجزرة. مقال للكاتب مشرق عباس، نشره في موقع الحرة. لقد جاء تقرير اللجنة الحكومية منسجماً مع التوقعات العامة، فأمر إطلاق النار الذي خلف حسب تقرير اللجنة 149 قتيلاً وأكثر من 4000 جريح، والأرقام مشكوك بدقتها، أصدره ضباط أمنيون ونفذه جنود بإرادتهم الذاتية، وأن كل ذلك تم بمعزل عن القيادات الأمنية والسياسية العليا في أجهزة الأمن والحكومة. لكن التقرير يهمل نظرية المؤامرة التي حكمت قرار إطلاق النار، ولا يبحث مثلا في تصريحات لافتة أدلى بها رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض فور عودته من زيارة إلى واشنطن بأن هناك مؤامرة تم القضاء عليها متوعدا المتآمرين بالقصاص. كما أن التقرير يهمل تصريحات أدلى بها زعيم العصائب قيس الخزعلي عن تورط شركة بلاك ووتر الأمريكية بقنص المحتجين. والتقرير لا يدقق أيضا بسيل من الفيديوهات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي قبل التظاهرات بأسابيع تتحدث عن المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف نظام الحكم في العراق. إن قرار استخدام الرصاص الحي والقناصين ضد المتظاهرين السلميين في بغداد ومدن أخرى ارتبط بالتوتر الذي سيطر على القرار السياسي والأمني العراقي حول حقيقة وجود مؤامرة، وهو قرار لا يتخذ ولا ينفذ خلال ساعات. كما أن قرار القمع العنيف للتظاهرات اتخذ تحت ضغط التقارير المضللة التي حاصرت عبد المهدي من أقرب المقربين له. ويتابع الكاتب، إذا كان ثمة مؤامرة حقا ارتبطت بالتظاهرات، فيجب أن تكون مؤامرة التضليل التي ساقتها الدوائر المحيطة برئيس الحكومة، وكل بروباغاندا تزييف وتضليل التي طبلت قبل التظاهرات وخلالها لهذه المؤامرة، لأن الأجهزة التي ساقت هذه القضية وروجتها وحولتها إلى واقع هي التي مهدت لقرار القتل الجماعي. إلى مقال آخر، يقول الكاتب فاروق يوسف في مقاله المشهور بصحيفة العرب اللندنية،
كان العراق هو النموذج الذي طبقت عليه نظرية الفوضى الخلاقة وأثبتت نجاحها. لقد صار ذلك البلد عبارة عن متاهة لا يملك أحد خريطة الخروج منها. موظفو الأمم المتحدة يتحدثون بلغة أنيقة عن جرائم قذرة، وهم في ذلك يلطفون واقعاً لا يمت بصلة إلى الحلاء أي التي يجب أن يعيشها البشر. هناك همج مسلحون يريدون أن يفرضوا أجنداتهم على مجتمعات كانت إلى وقت قريب تعيش صلحا يسمح بالقليل من العيش، ولكنه القليل الذي يكفي لكي يشعر الإنسان بأنه كائن بشري. غير أن كل ذلك يقود إلى فكرة الفوضى الخلاقة التي طرحتها غونداليزا رايس يوم احتل الأمريكان العراق وكانت وزيرة للخارجية. لقد نظر الكثيرون إلى تلك الفكرة من جهة كونها مزحة، ولكن الواقع مع مضي الوقت أثبت أنها حقيقة. وإن كان أحد لم يصدقها يومها فلأنها كانت جزءا من الخيال السياسي الجديد الذي لم يكن العالم قد اعتاد عليه. كان العراق هو النموذج الذي طبقت عليه نظرية الفوضى الخلاقة وأثبتت نجاحها. لقد صار ذلك البلد عبارة عن متاهة لا يملك أحد خارطة الخروج منها. الفاسدون وقد أغرتهم أمواله الكثيرة، والفقراء الذين صاروا يفكرون بهدم المعبد على من فيه على حد سواء. لقد وقفت الولايات المتحدة مع الفاسدين لتتحدى الشعب وترى ماذا في إمكانه أن يفعل. سيكون على الشعب حينها أن يتحدى نفسه ويختبر إرادته، إما أن ينحدر إلى الفوضى أو أن يرتقي بقيمه الجمعية ليكون مؤهلاً للتغيير. يتابع الكاتب: هل ستكون المظاهرات الشبابية المحتجة الخطوة الأولى في طريق طويلة وشائكة من أجل الخروج من متاهة الفوضى الخلاقة؟ إلى مقال آخر، وفيه جاء: أراد المصري صنع الله إبراهيم أن يقدم شهادته عن عالم لجان التحقيق العبثي، فاختار أن يكتب روايته المثيرة اللجنة، يرسم لنا فيها صورة قاتمة لعالم تكون فيه اللجان المضحكة نموذجا يحدد مصائر الشعوب، وحالة الانتهازية والكذب والخديعة التي يصر المسؤول الكبير على أن يفرضها على الناس. عن لجنة أو عن اللجنة كاتب أو عن لجنة كتابة التقرير الحكومي حول المظاهرات، كتب علي حسين في صحيفة المدى: بالأمس تذكرت المتاهة في رواية صنع الله إبراهيم وأنا أقرأ التقرير الذي نشرته لجنة التحقيق في تظاهرات تشرين الأول والتي راح ضحيتها عشرات الشباب وجرح المئات. فاللجنة الموقرة أخبرتنا أن أوامر لم تصدر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وفاتها أن تقول إن المتظاهرين هم السبب في قنص حياتهم. في رواية اللجنة يحاول بطل صنع الله إبراهيم أن يعلم أهل المدينة أن حقوق الإنسان مسألة تستحق أن يقاتل من أجلها، وأن القوانين ليست منزلة من السماء. يحاول أن يفتح أعينهم على أن الشعوب من دون حرية لا يعود لها وجود، ولهذا تحاول الحكومات الفاشلة أن تنوع المحظورات وتتنافس في سن قوانين خاصة بها، وأن ترفع سيف الاستبداد والانتهازية في وجه من يعترض على الخراب، وأن تعلن أنها في غزوة إيمانية لمواجهة الإلحاد. في كل يوم نسير عكس اتجاه العالم، لكننا في الصباح نشكوه المؤامرة التي أخبرنا السيد فالح الفياض أنه كان على علم بها، وأنها تقف وراء تظاهرات الشباب، وأن الإمبريالية اللعينة لا تريد لنا أن نستفيد من خبرة البروفيسورة عديلة حمود في إنشاء أحدث المستشفيات، وتقف بالضد من نظرية خضير الخزعلي في بناء مدارس متطورة، ولم تسمح لعبقري مثل محمد إقبال أن يطور مناهج التعليم. كل ما نحن فيه مؤامرة تحتاج إلى لجنة من الخبراء لا يعرف المواطن المسكين لونهم وطعمهم ورائحتهم.
ويتابع علي حسين عندما يقرر البعض أن يبيح لنفسه اللعب على الحبال فأي لجان يحدثون الناس عنها؟ لذلك تتحول قرارات اللجان إلى نوع من أنواع السخرية من الناس. المواطن محتار، هل يصدق تقرير اللجنة الذي قال إن التظاهرات لا علاقة لها بالمؤامرات؟ أم يصدق فالح الفياض وحديث المؤامرة؟ الآن إلى العربي الجديد. انتهت مهلة 72 ساعة التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ووجدت الطبقة السياسية اللبنانية نفسها مرغمة على الانحناء للعاصفة، فأعلنت عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية مع وعد بتطبيقها حتى نهاية العام الحالي 2019، أملة في عبور الأزمة واستجابة الشارع الغاضب للإصلاحات، مع إدراك رئيس الحكومة أن أبواب الأزمة ما زالت مفتوحة وأن المتظاهرين لن يغادروا الشوارع والساحات العامة. عن ثورة لبنان كتب معين الطاهر في صحيفة العربي الجديد. يرسم ما شهدته ساحات المدن اللبنانية كلها صورة مثالية كاملة للربيع العربي الذي شهدته بلدان عربية عدة، ولكن ما يميزه هنا أنه جاء بمنزلة ثورة حقيقية على الطبقة السياسية المسيطرة كلها وعلى أركان النظام الطائفي بأسره، إلا أن المفاجأة الحقيقية تكمن في امتداد الثورة إلى أماكن ساد الاعتقاد أنها مغلقة تماماً على بعض القوى، وخصوصاً في المناطق الإسلامية الشيعية والسنية، حيث شهدت مدن الجنوب وقراه من النبطية إلى بنت جبال وصيدا وصور وأطراف الضاحية الجنوبية من بيروت تظاهرات غير مسبوقة تمردت على ما عرف بالثنائية الشيعية التي تضم حزب الله وحركة أمل، طرحت فيها اتهامات طاولت رموزا كبيرة وشخصيات قيادية مثل رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري الذي هتف ضد الجمهور الغاضب في المناطق اللبنانية كلها. تجرأ المتظاهرون في تلك المناطق على توجيه انتقادات طاولت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تتعلق بجدوى مشاركة الحزب في الحكومة وموقفه من الحراك الجماهيري، واعتباره أن أي انتخابات مقبلة ستكون انعكاسا للواقع الطائفي الحالي ولا يكون بالإمكان أحسن مما كان. معين الطاهر يتابع ما يميز هذه الثورة أنها وحدت شعاراتها في المناطق اللبنانية كلها مهما كان لونها المذهبي أو انتماؤها الطائفي، بشعارات تحارب المحاصصة الطائفية وتدينها وتقف ضد الفساد وتطالب بالخلاص من جميع الزعماء الممسكين بتلابيب السلطة السياسية، مرددة شعار كل يعني كل. إلى مقال آخر منشور في صحيفة عربي 21، وفي مستهله ردت جائزة نوبل لهذا العام الاعتبار للحلول الاقتصادية العملية المبنية على بحوث تطبيقية تفيد عموم الناس. فقد منحت جائزة نوبل في الاقتصاد الأسبوع الماضي لثلاثة من الاقتصاديين المعروفين بدراساتهم التجريبية والتطبيقية للمساهمة في علاج مشكلات الفقر والارتقاء بالرعاية الصحية للفقراء. ولكن ماذا عن العرب وفقرهم؟ يتساءل الكاتب محمود محي الدين في مقاله المنشور على موقع عربي 21. وإذا نظرنا إلى حالة الدول العربية فسنجد أن إقليمها الاقتصادي الواقع فيه هو الإقليم الوحيد الذي زادت فيه نسبة الواقعين فيه تحت خط الفقر المدقع، والذي يقاسب مؤشر دولي يبلغ دولاراً وتسعين سنتاً للفرد في اليوم الواحد. وقد زادت نسبة من يعانون من الفقر المدقع كلما زادت أعداد الفقراء العرب القاطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 9.5 مليون مواطن إلى 18.6 مليون مواطن. وتزيد بطبيعة الحال هذه النسب والأعداد بتعريفات أخرى للفقر تزيد بها مؤشرات الحد الأدنى
لتحديد الواقعين تحته من المواطنين. وإذا ما أخذ بمؤشرات مخاطر العرضة للفقر، تزيد المشكلة بشكل يتطلب تعبئة الموارد وتوجيه السياسات لمواجهة هذا التحدي الذي تتزايد مخاطره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تتفاقم تبعاته الإنسانية وتهدر حقوق كان يجب أن يكون لها الاعتبار الأول. جدير بالذكر أن الدخل هو أحد مؤشرات الفقر، فالفقير يعاني من أبعاد عدة أخرى للفقر تتمثل في صعوبة حصوله على خدمات التعليم والرعاية الصحية، ولا يتوفر لديه الغذاء الصحي المناسب ومياه الشرب النقية، ولا تشمله نظم الضمان الاجتماعي. على عربي 21 يتابع محمود محي الدين قائلا إن أحد أهم أسباب زيادة الفقر بأنواعه في المنطقة العربية وتفشي الصراعات والنزاعات بكافة أشكالها، وتأتي لحظات تتعقد فيها الظواهر فلا يتضح فيها اتجاه العلاقات السببية، هل هي من الفقر إلى الصراعات أم العكس، أم هي بالأحرى حلقة مفرغة يجب كسرها بالتعامل مع كل مسبباتها وما يترتب عليها. الآن إلى هذا المقال المنشور في صحيفة فورين بوليسي الأجنبية، وفيه نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا لحنين غدار قالت فيه إن إيران تخسر الشرق الأوسط كما تظهر احتجاجات العراق ولبنان، وسبب الخسارة على ما يبدو هو أن إيران ماهرة في بناء تأثير ولكنها ليست جيدة في استخدامه أو الحكم بعده. الاحتجاجات اندلعت في لبنان بعد اندلاعها في العراق، وكشفت عن أن النظام الذي بنته إيران في البلدين ليس ناجحاً. واكتشف الشيعة في لبنان والعراق أن النظام الذي بنته إيران والجماعات الوكيلة عنها في البلدين فشل في ترجمة الانتصارات السياسية والعسكرية إلى انتصارات اجتماعية اقتصادية. وبعبارة موجزة، لم يكن خطاب المقاومة كفيلاً بتوفير القوت اليومي. وتقول غدار إن إيران منذ الثورة الإسلامية عام 79 و900 وألف كان لديها والحرس الثوري خطة مفصلة لتصدير الثورة، خاصة للدول التي تعيش فيها أقليات شيعية كبيرة. وطبقت طهران الخطة بصبر وأناة، وقبلت الهزائم الصغيرة بعين على الهدف الكبير، وهو الهيمنة على العراق واليمن ولبنان وسوريا. وتبدو إيران اليوم قد انتصرت في اللعبة الكبيرة من خلال كتلة برلمانية شيعية في لبنان، واستطاعت الحفاظ على نظام بشار الأسد بالإضافة لتعزيز سلطتها في العراق من خلال الميليشيات التي دعمتها الحشد الشعبي التي شكلت لقتال تنظيم الدولة. ولكن ما نسيته إيران في خطتها التي تابعتها على مدى العقود الأربعة الماضية هي الرؤية الاجتماعية الاقتصادية للحفاظ على قاعدة الدعم لها. وتقول حنين غدار في نهاية مقالها أنه في الوقت الذي انتهز فيه الإيرانيون كل فرصة لنسج تأثيرهم في مؤسسات المنطقة، فإنهم نسوا شيئا واحدا، هو ماذا سيحدث في اليوم التالي. وكما كشفت الأحداث في المنطقة، فإن إيران فشلت في تجربة الحكم. من ملك التصوير الليلي المتوج، أبل آيفون 11 أم جوجل بيكسل 4؟ سؤال طرح في تقرير بموقع الجزيرة نت، وجاء فيه: عندما أعلنت شركة أبل عن قدرات التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة لهاتفها الجديد آيفون 11، انتظر الجميع بفارغ الصبر وضع التصوير الليلي الجديد مقابل وضع الرؤية الليلية في هاتف بيكسل 4 لشركة جوجل. وبمعنى آخر، أبل ضد جوجل. ولمعرفة الهاتف المتفوق في اختبار التصوير الليلي، أجرى موقع ماك وولد المعني بأخبار شركة أبل اختباره الخاص بين هاتفي آيفون 11 وبيكسل 4. لكن بغض النظر عن النتيجة التي توصل إليها الموقع الذي يتميز بطبعه بتغطيته الإيجابية لمنتجات أبل، فإن حسم مسألة ملك التصوير الليلي بشكل نهائي
يتطلب مزيدا من الاختبارات المتعلقة ببيكسل 4 الذي طرحته جوجل أخيرا. أما حاليا فإن نتائج المبكرة تظهر التفوق الواضح لهاتف آيفون 11 على بيكسل 4 في معظم أوضاع التصوير الليلي. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.